شيرين دياب، انت بتقولي دلوقتي انه حكاية الزوجة اللي جوزها بيموت وبتتبهدل في ال وبتتبهدل عشان ما عندهاش الوصاية، بالأساس دي حكايتك انت؟ بالظبط. انت عانيتي عشان او اكتشفتي بعد وفاة زوجك ان ملكيش في حقوق كتيرة جدا انت ملكيش فيها؟ بالظبط. ايه اول الصدمات؟ اول الصدمات هي الصدمه الحقيقيه اللي البطله عاشتها، يعني المشاهد اللي عاشتها البطله دي مشاهد حقيقيه 100%. مشهد البنك، انا بعد ما جوزي مات انا كنتش اعرف اصلا ان يعني ايه تروحي البنك فيقولوا لك لا انت ما لكيش حق تسحبي جنيه، فليه المفروض اسحب ازاي؟ لا لازم ترجعي مجلس حسبي، هو طلع لك قرار. يعني ايه مجلس حسبي؟ كانت هي الصدمه اللي خدتها حنان في المسلسل بالظبط. يعني ايه مجلس حسبي؟ انا ما اعرفش حاجه اسمها كده. طب ده بيروحوا له ليه او ازاي او اشمعنا احنا؟ او ففجاه بتكتشفي ازاي دي فلوس زوجي وابو اولادي وانا مش عارفه اسحبها ولا منين؟ بالظبط. عندي نفس الجدل مع موظف البنك، حاله ذهول طبعا، حاله ذهول ورفض تماما اللي هو بيقوله. وليه اروح المحكمه؟ وليه وبعدين اروح المحكمه وبعدين عشان اخش مجلس حسبي، وبعدين اخش المجلس الحسبي يقول لي لا ده انت كمان انت مش مسموح لك، انت في حد من الذكور من اهل الزوج عايش هو الوصي، انت مالكيش وصايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عايز اكسر شهاده والنبي. طبعا. ادي رقم الحساب. تمام. كده انا محتاج استاذ عادل عطيه. هو متوفي، انا امي ياسين اللي الشهاده باسمه. طب هستاذنك في البطاقه واعلام الوراثه. اتفضل. ياسين عنده كام سنه؟ 9 سنين. تحت ال 21 سنة لازم إذن من المجلس الحزبي. إذن مين؟ المجلس الحزبي. حضرتك لازم تروحي هناك تجيبي جواب بالموافقة وتيجي هنا عشان نفك الشهادة وتصرفي على طول. يمكن حضرتك مش فاهمني، دي شهادة ابني، آخد إذن من مين؟ أنا يا فندم ده السيستم. حتى لو هي فلوس ابني؟ مفهوم. أكيد. أنتِ أبو أولادك توفى وأنتِ عندك كام سنة يا شيرين؟ 35. زوجة شابة، انت فجأة اكتشفت انه اختك ملهاش قول في مدارس الولاد. ما طبعا ما دي كلها مفاجآت، يعني الواحد ما كان عمر ما يخطر على بال، اعتقد حتى يعني احنا والمشاهدين ان ده موجود. يعني تاني احنا عمرنا ما كنا هنعمل المسلسل ده لو لم نمر بهذه التجربة في عائلتنا، يعني بطريقة واضحة ومباشرة. لان يعني أعتقد جزء من نجاح المسلسل إن الناس بقوا مذهولين. معقول الأم ما تقدرش تصرف مليم على ولادها من فلوس ولادها إلا بموافقة الجد، ولو الجد توفى يبقى برضه هي ملهاش الوصاية، ده القاضي من حقه إنه يدي الوصاية لأقرب الذكور ويبقى فيه كده. ده لو ما فيش حد يبقى فيه قاضي مش الأم. مظبوط. يعني الأم دي مستبعدة تماماً. مستبعدة تماماً. بخلاف عمليا قد ايه ده شيء صعب ولا يتفق ابدا مع العصر، ده هو معنويا مؤلم جدا يا شيرين. يعني اي ام، مش بتكلم عليك شخصيا، انه اي ام عاقل رشيد بتشتغل وبتاخد بالها من ولادها وجوزها وبيتها، فجاه يقول لها انت غير اهل، غير مستامنه بالظبط على مستقبل اولادك، لا لي شيء غير الماده اللي في القانون ده 100%. هو مش مؤلم للست على قد كمان ما هو مؤلم تحت الوصاية. الناس يعني متخيلة ان ده مسلسل معمول قضية تبع المرأة، لا، تحت الوصاية ده في الأساس طفل، قضية طفل. هي لما الطفل ده فقد أبوه فبقى المسؤول اللي يعوضه عن غياب أبوه مين؟ الأم. بالتأكيد. فالأم بدل ما تبقى عندها قدرة وعندها الوقت انها تعوضه بقت مشغولة، يا عيني هتأكله ازاي؟ ما هي
الفلوس هي مش تحت سيطرتها، ما عندهاش اي دخل، ما عندهاش اي حاجه، يعني بتاخد مصروف من اهل الاب. بالظبط، بتاخد مصروف لو قابلوا، يعني هي لازم تروح تقول لهم انا عايز اصرف في كذا وكذا، ويوافقوا او ما يوافقوش، ده حاجه بتاعتهم. ولما تيجي تنقل ابنها من المدرسه، لا هي ملهاش حق انها تنقل ابنها من المدرسه، الوصي هو اللي ليه الحق. يعني لو روحتي للمدرسه او الام اللي في الحاله دي راحت المدرسه مثلا، نقلت سكنها فعايزه تنقل ولادها، عايزه تتحسن، عايزه لاي سبب، لو راحت للمدرسه، ده مشهد موجود في المسلسل فعلا، حنان كانت عايزه تنقل الولد من المدرسه وما عرفتش، لازم الوصي هو اللي ينقل المدرسه معاه. الوصايا تنقسم لقسمين، وصايا ماليه وصايا تعليميه. وصايا تعليميه ان انت مش ما تقدريش تنقلي من المدرسه. عمري الإدارة التعليمية قالوا لنا نجيب ورق من هنا عشان يدونا ملف ياسين. حضرتك والدته؟ لا أنا خالته، بس معايا توكيل من أمه. وحنان معاها الوصاية التعليمية؟ لا إله إلا الله، حتى العلام كمان فيه وصاية؟ فيه حضرتك. طب لو الجد في مشاكل مع الأم ومش عايز ينقله، إحنا نعمل إيه؟ يبقى الولد هيفضل في نفس المدرسة القديمة، لأن الجد هو الوحيد اللي يقدر ينقله. وهي الام دي ايه، مالهاش اي لازمه خالص، كلكم مخونين قوي كده. في ايه حضرتك محموقه عليا ليه؟ ما بالراحه. طب احكي له. بقول لحضرتك ايه، ملف اختك مش هنا، انا بس بقول لكم علشان ما تقعدوش تطخوا المشوار على الفاضي. اتفضلي. يعني ببساطه كده، يعني امثله غير المسلسل خالص، ان ماذا لو الام شايفه مثلا ان الاطفال هم في مدرستهم مثلا بيتعلموا انجليزي كويس، لكن الجد شايف ان هم عايزين يتعلموا فرنساوي. هقولك اختلاف بلاش. لو ابنها الولاد بيضربوه في المدرسه، الولاد ما ابنها متعقد من حاجه، هي يعني ممكن تكون اسباب على فكره قد تبدو للجد مش قهريه، بس هي بالنسبه للام قهريه. مظبوط. احنا يعني تعمدنا ان، او حتى في اي مثال بتكلم فيه عن الوصايا، الجد مش لازم يكون شرير، ممكن يبقى في اختلاف وجهات نظر. هو شايف ان الفلوس تتصرف في التمارين، هي شايفه الفلوس تتصرف في التعليم او العكس. فدي اختلاف وجهات النظر. في الاخر راي الام غير معتبر، راي الذكر، وهي للاسف هو الموضوع بقى في القانون هو ذكر وانثى، فراي الانثى غير معتبر وراي الذكر هو المعتبر. اشكرك على هذا التوضيح الكاتب والمخرج خالد دياب. احنا مش بنقول انه اهل الاب بالضروره هيكونوا اشرار او عايزين ياذوا الاطفال. مزبوط. بالعكس، انما هو مين أدرى بحياتهم اليومية، مين أدرى باحتياجاتهم العاطفية والنفسية والمعيشية، الأم اللي عايشة معاهم 100%. يعني أنا أشكرك، لأنه هو ما فيش أي افتراض للسوء نية. بالضبط. يعني إحنا في الحلقة دي مش بنفترض إن في سوء نية، ولا الأم شريرة ولا بالزبط. أهل الأب أشرار، بس هو وضع كمان غريب قوي وبينتقص من قدرة الأم ورجاحة عقلها في تربية ولادها. طب امال مديها الحضانه ليه في حاله حتى موت الاب؟ فهي الحضانه مع الست، فانت مستامنه، القانون مستامن الحضانه للست، بس مش مستامنه في الفلوس. هو ده اللي عليها علامه استفهام. يعني انت برضو مستامنها انها تربي الاطفال في جميع النواحي. يعني الاب مات، هي مستامنه تربي، بس مش مستامنه تتحكم في فلوسهم، واللي هو في الاخر تحت، يعني سواء الجد سواء الام سواء اي حد هو الوصي، العم ايا كان، هم كلهم تحت برنيطة مين؟ تحت المجلس الحزبي. يعني في الاخر لا يجوز لاي حد ان هو يروح يقول انا هصرف كذا، لا، ده لازم يروح يقدم للمجلس الحزبي طلب، والمجلس الحزبي يقرر، وياخد وقت ويعمل لجنة ويقرر هصرف الفلوس دي ولا لا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.